بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، حيث انعقاد الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى، برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هذا اللقاء يأتي بعنوان احترام الكبير. معنا خلال هذا اللقاء الطيب المبارك من علمائنا فضيلة الشيخ خالد الجندي وفضيلة الشيخ أحمد مكي إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، ومعنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ كمال جاد أبو عرب، ومعكم من إذاعة القرآن الكريم محمد جمعة. يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك من أئمة وعلماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور خالد صلاح حسونة وكيل الوزارة، وفضيلة الدكتور محمود خليل سيد وكيل المديرية، وفضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام الإدارة. الحضور الكرام، إن من محاسن ومكارم هذا الدين العظيم عنايته واهتمامه بمكارم ومحاسن الأخلاق، وإن من محاسن الأخلاق ومن مكارم الأخلاق احترام الكبير. الله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. إن مراحل حياة الإنسان كما بيّنت هذه الآية الكريمة إنما هي قوة بين ضعفين. ومن مكارم الإسلام وفضائله العظيمة حرصه على كبار السن وأمره برعايتهم والقيام بحقوقهم، فهذا التوقير والاحترام والتقدير لكبار السن إنما هو باب من أبواب رحمة الله تبارك وتعالى التي تتنزل بالناس وبالمجتمع الذي يقدر ويحترم ويعرف حق الكبير، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وما مرحلة الشيب والكبر إلا مرحلةً من مراحل الضعف. وإكرام كبار السن والقيام بحقوقهم خلقٌ كريمٌ من أخلاق الأنبياء والمرسلين. فهذا نبي الله موسى لما وصل إلى ماء مدين ووجد عليه أمةً من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخٌ كبير. فالذي أحوجهما إلى تلك الحالة وإلى الخروج بين الرجال وإلى القيام بهذا العمل الشاق كبر سن أبيهم، وهذا هو الذي دفع موسى عليه السلام للقيام بالسقيا لهم. وهذا يوسف عليه السلام لما أراد أن يأخذ أخاه في دين الملك، لم يجد إخوة يوسف كيف يستعطفون يوسف إلا بكبر سن أبيهم، فقالوا: يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. الحضور الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك وخير مستفتح دائماً لأي لقاء القرآن الكريم، آيات بينات نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا
ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة ربك مقاما محمودا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك رب ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. ألا إنه التنزيل والذكر والهدى، فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ختاماً للأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة بعنوان احترام الكبير. يقول الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وربنا سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء مثل ما أمره بالاستزادة من العلم، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. والآن مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام مسجد سيدنا الحسين. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ورضوانك اللهم عن سيدنا الإمام صاحب هذا المقام
سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وأمدنا الله وإياكم بمدده ونفعنا وإياكم ببركاته في الدارين آمين. وبعد، فبداية، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي لم تشكرني إذا لم تشكر من أجريت النعمة على يديه. وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أجرى الله على يديه إحياء هذه المجالس التي بها تحيا القلوب. فبالعلم حياة وغذاء العقول، وبالعلم حياة القيم، وبدون القيم لا يمكن أن تعيش المجتمعات في سلام. فله منا جزيل الشكر والتقدير وخالص الدعاء بالمزيد من التوفيق إن شاء الله. وأثني بأن موضوع المجلس احترام الكبير، وكان احترام الكبير يقتضي أن أقدم أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد الجندي بالكلام، ولكنه يأبى كعادته إلا أن يعلمنا بحاله قبل مقاله، فهو يعلمنا على رفعة قدره وغزارة علمه، يعلمنا التواضع ويقدم تلامذته بين يديه. فنسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يزيده تواضعا ورفعة. ولن أتوسع في الكلام حتى أترك لحضراتكم فرصة الاستماع والاستمتاع بكلام فضيلته. أقول: إن كلمة مسلم تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تترجم هذه الكلمة إلى أخلاق ومبادئ وقيم. ومن أهم هذه القيم التي تثبت انتسابك الحقيقي لهذا الدين احترام الكبير. لذلك حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القيمة بدأ كلامه بقوله: ليس منا، يعني ليس على طريقتنا، ليس على منهجنا، يعني كأنها إشارة إلى أنه من أراد أن يكون مسلما حق الإسلام فعليه أن يلتزم بهذه القيم، ومنها: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذن هذه القيم التزامك بها هو الذي يثبت انتسابك الصحيح إلى الإسلام. واحترام الكبير إنما كان اعترافا بالجميل، فهذا الكبير كبار السن هم الذين جدوا واجتهدوا في بناء المجتمع، هم الذين أفنوا أعمارهم وخالص شبابهم في خدمة مجتمعهم ودينهم وأوطانهم، هم الذين أسهموا بشكل أو بآخر في بناء الأسرة وتكوينها وتربية الشباب والنشء. كل هذا ينبغي أن يراعى ويلاحظ، بالإضافة إلى أنهم عتقاء الله في الأرض، إلى أنهم شابوا في الإسلام. بالإضافة إلى هذا المعنى الذي عبر عنه أحدهم فقال مناجيا ربه بعد أن وصل إلى الثمانين، يقول: يا رب، إن الملوك إذا شابت عبيدهم
في رقهم عتقوهم عتق أبرار. وأنت يا سيدي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. فهذه المعاني التي يحملها الكبار هي التي توجب علينا احترامهم وتوقيرهم وتقديمهم، بالإضافة إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. البركة مع أكابركم، لأنهم أقدم منا في الإسلام وأكثر منا صلاة وصياما وعبادات إلى غير ذلك. لهذا كان من أهم علامات الالتزام بالدين احترام الكبير. حينما نرى شبابنا في وسائل المواصلات مثلا من بعض السلوكيات أن الرجل المسن الذي لا يكاد يستطيع الوقوف على قدميه يظل واقفا، وعشرات الشباب جالسين أو جالسون ولا تحمل أي واحد منهم مروءته على القيام احتراما للكبير، نرى أن هناك خللا في المجتمع، خللا في الشباب، ينبغي أن يتدارك بإعلامهم أن احترام الكبير ليس مجرد عادات وتقاليد يلتزمها البعض أو لا يلتزمها، لا، بل هو من صميم تعاليم الدين. وهؤلاء الكبار فيهم معنى الخيرية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وإياكم سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نتقدم بالشكر إلى فضيلة الشيخ أحمد مكي إمام مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه على هذه الكلمة ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي بعنوان احترام الكبير. لن تجد شريعة من الشرائع اهتمت بتكريم الإنسان مثل ما اهتمت شريعة الإسلام، فاهتمت بالإنسان كإنسان حتى قبل أن يخلق، لما أرساه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اختيار الزوج للزوجة، وبما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد على حقوق الطفل، وحتى في مرحلة الشباب. هذه الدعوة الغراء، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قامت على كاهل الشباب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليهم ويقدمهم ويأخذ برأيهم، فقال صلى الله عليه وسلم: بعثني الله بالحنيفية السمحاء، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. وتهتم شريعة الإسلام بهذه المرحلة، مرحلة الضعف، مرحلة الكبر لدى الإنسان، فيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مكارم ومحاسن هذا الدين العظيم مراعاة كبار السن واحترامهم وتوقيرهم وتقديمهم والتلطف معهم. هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا منتصرا، جاءه أبو بكر الصديق بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم بين يديه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة، على هذا الكبر وهذا الضعف وتلك الشيخوخة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تركته حتى نكون نحن من يأتيه؟ فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أحق أن يأتيك يا رسول الله. إن احترام وتوقير الكبير باب من أبواب تفريج الكربات، فالثلاثة الذين آواهم الغار إلى المبيت وانسد عليهم باب الغار بالصخرة، قالوا: لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.
فكانت أول دعوة دعوة أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. وتوسل إلى الله عز وجل ببره وتكريمه وتوقيره لأبويه الكبيرين، فانفرجت الصخرة. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ خالد الجندي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، شكر الله لمن سبقني بالحديث، وشكر الله لمن سبقنا بالتلاوة، وشكر الله لمن سبقنا بالحضور، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك المجلس في ميزان حسناتكم يوم تلقونه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا خالصا وشفاء يا ربنا من كل داء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدك شفي الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيدي رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الحديث عن توقير الكبير هو فرع عن أصل، أما الأصل فهو التوقير، وأما الفرع فروع كثيرة منها توقير الكبير. الأصل وهو التوقير هو تلك الشعيرة التي غابت عن الكثير من الناس. الكثيرين من الناس فقدوا للأسف الشديد هذا المعنى مع تغير الزمن ومع تلاحق الأعباء المعيشية. وجدنا أن كلمة توقير هذه افتقدنا إليها في بعض مجالسنا. أنا لا أعمم، ولكن ما هي علاقة التوقير بما أقول؟ انظر إلى سورة نوح وإلى تلك العلاقة التي أرادها نوح بين قومه وبين الله. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. انظر إلى الكلمة، أريدك أن تستعذب اللفظة وقارا. وقارا، إذن الكارثة والقضية هي في غياب التوقير لرب العالمين عند بعض الناس. يعني المعصية سببها انعدام الوقار أو اختفاء الوقار، لأن المرء لو كان موقرا لله عز وجل لن يتجاوز حده في المعصية. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني المولى يذكرك بعنايته بك وأنت في حالة من الضعف والاحتياج، وانتقلت بفضل قوته وقدرته وعنايته ورعايته من طور إلى طور، ومن طبق إلى طبق، ومن مرحلة إلى مرحلة. فالمولى سبحانه وتعالى جل وعلا عندما يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، يرشدك إلى مطلوب. هذا المطلوب غاب عن كثيرين من الناس، وهو توقير الله سبحانه وتعالى. ولذلك المولى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تستحون من الناظرين إليكم، وأنتم تعلمون أني ناظر إليكم، فلما تجعلونني أهون الناظرين؟ لما تجعلونني أهون الناظرين؟ لماذا؟ يعني أنت تعلم أن الله مطلع عليك، وأن الله مراقبك وهو معكم أينما كنتم. فلو تحقق الوقار في القلب انتفت المعاصي. الوقار هذا تجد مطلوبك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. يعني الوقار لابد أن يكون حاضرا في تعاملك مع الله، والوقار لابد أن يكون حاضرا في تعاملك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب، هناك صفات كثيرة لله. المولى سبحانه وتعالى جل وعلا عظيم، قدير، عليم، غفور، شكور، رحيم، كل صفات الله وكل أسماء الله حسنى. إنما ألا تلاحظون أن المولى سبحانه وتعالى اختار صفة الكبرياء لكي تكون مكررة على مسامعك
منذ وعيت هذه الحياة، منذ استقبلت هذه الحياة، منذ استقبلت هذه التكاليف، فوجدنا أن كلمة الأذان التي اختارها الله الله أكبر، يعني لم يقل الله أعلم أو الله أرحم أو الله أغفر أو الله أستر، إنما الله أكبر. لماذا؟ ليربى المسلم على احترام الكبير وهو الله أكبر. لا بد أن يكون الله الكبير ماثلا في عقلك وقلبك. كلمة الله أكبر هي تربية على احترام الكبير. باختصار شديد، باختصار شديد، أنت عاوز تعرف احترام الكبير هو ملخص كلمة الله أكبر. فإذا دعتك دواعي أو معاصي أو أفعال أو ذنوب أو شهوات أو نزوات أو خواطر إلى معصية الله، تذكر أنك تتعامل مع الكبير الله أكبر. وعندما تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنك تتعامل مع كبير هذه الأمة، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. إذا لم توقر النبي صلى الله عليه وسلم، النتيجة هتكون إيه؟ النتيجة أن بعض الناس بيتقدم بكلامه على كلام النبي. عشان كده ربنا حذر وقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كلامك ما يسبقش كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. احذر من أن يسبق كلامك كلامه، أو يسبق حديثك حديثه. فلا بد أن تتصدر، لا بد أن يتصدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم على حديثك، ومقام النبي على مقامك. المهم، إذا نظرت إلى القرآن وجدت أن التوقير يشمل الأبوين وإن كان على كفر. المولى لما يقول في القرآن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، انظر إلى القرآن وكيف أمرك بالتعامل معهما. يقول: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالمولى لما يقول فلا تطعهما، نفى وجوب الطاعة للوالدين في حالة كفرهما، إنما بعدها قال إيه يا جماعة؟ قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني لابد أن تتسم بصفات الإحسان والمعروف والرحمة للوالدين وإن كان كافرين. لا، لا، ليس هذا فحسب. لو جهداك، يعني لو أعلن الوالدان عليك المعركة حتى يردونك إلى الكفر ويدخلونك حظيرة الشرك، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والله شيء عجيب، لدرجة إن المولى سبحانه وتعالى جعل العلاقة مع الوالدين، وهذا مؤكد أن لهما توقيرا لكبرهما. المولى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف هذه ليست كلمة، إنما كلمة أف هذه هي عبارة عن نفخة تدل على الامتعاض والاعتراض والتأفف وعدم الرضا. فقال: فلا تقل لهما أف. أف دي حركة، كأنما تشير إلى عدم رضائك عما يطلبانه منك أو عما يقولانه لك. فالمولى يقول: فلا تقل لهما أف، أدي واحد، ولا تنهرهما، أدي اثنين، وقل لهما قولا كريما، أدي ثلاثة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أدي أربعة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا يدل على عظم التوقير وعظم المولى لما قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إشارة إلى أنك كنت في حالة من الضعف تحتاج إلى معونة وإلى رعاية وإلى توجيه، وهذا التوجيه لابد أن يكون واقرا في ذهنك عندما تكبر وتقوى ساعداك وتقوى قدماك على حملك ويعلو صوتك ويرتفع عودك وينتشر نشاطك وتعظم قوتك وتنمو عضلاتك. عندئذ تذكر قدرة الله عليك الذي أمرك ببر الوالدين وبتوقيرهما. توقير الكبير دائما ستجدونه في كل آيات القرآن، في كل آيات القرآن تجد مثال كسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أبوه كان عابدا للأصنام،
وكان صانعا للأصنام، وكان داعية إلى الشرك، وكان من أساطين الكفر. إلا أن سيدنا إبراهيم المولى يقول عنه إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمس. انظر إلى كلمة يا أبت التي كررها إبراهيم في كل كلمة. علماء اللغة يقول يا أبت أصلها يا أبي، وحذفت الياء وعودت عنها بالتاء للتحبب والتقرب. انظر إلى بلاغة القرآن، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، لماذا كررها إبراهيم ولماذا كررها القرآن؟ للدلالة على أن توقير الكبير لم يغب عن نبي الله إبراهيم حتى وإن كان أبوه من عباد الأصنام ومن أساطين الكفر. شيء عجيب، أدب أنت تجد أن أهل الله لا يتخلون عن توقيرهم حتى في حديثهم مع أبنائهم. في حديث نوح مع ولده ابن الكافر، نوح يكلم ولده بكلمة يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. إنما أنا عاوزك تلاحظ إن ابنه الكافر لم يقل لأبيه ولا مرة في القرآن أو في أي آية يا أبتي أو يا أبي أبدا. إبراهيم بيقول لأبوه الكافر يا أبتي، ابن نوح ما يقولش لنوح يا أبتي، ونوح يقول لابنه يا بني مع ان ابنه كان كافرا. لكن انظر الى التوقير ولغة الاحترام التي سادت والتي عمت في لغة القرآن الكريم. عموما القرآن امتلأت آياته او غصت احكامه بمئات الاحكام التي تلفت النظر الى وجوب احترام الكبير والى وجوب توقير الكبير. ولولا هذا التوقير ما رأينا أشخاصاً مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان طفلاً صغيراً لم يبلغ السنوات التسع، وجلس في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما النبي جالس مع أصحابه تفقدهم بمعلومة طريفة يقول ذلك أحاجي التعليم التي يمارسها المعلمون مع تلاميذهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. تعال اسمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو بيروي الحديث بيقول إيه. بيقول فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع الناس في شجر البوادي. الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هناك شجرة، هذه الشجرة زي المؤمن بالضبط، والورق بتاعها ما بيقعش أبدا، يا ترى هي إيه؟ بص التعليم إعطاء المعلومة بشكل طريف وأسلوب لطيف يشحذ الذهن وينمي العقل ويعني يسامر الحاضرين. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. الصحابة اللي قالوا ده شجرة السدر، الثاني اللي قالوا دي شجرة التفاح مثلا، واللي قالوا دي شجرة كذا، واللي قالوا شجرة كذا وكذا وكذا. شجر البوادي، فوقع الناس في شجر البوادي، جمع بادية. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ووقع في نفسي أنها النخلة. الإجابة الصحيحة أو الجواب الصحيح هو ما ذهب إليه عبد الله بن عمر وهو طفل صغير، بيقول أنا عرفت الإجابة ووقع في نفسي أنها النخلة. يقول اسمع الجملة دي بقى هي الخلاصة، فاستحييت. وحد الله لا إله إلا الله. شوف الأدب، اتكسف، احترام، توقير، اتكسف من ايه؟ هو هيقول حاجة عيب؟ هو يقول حاجة منكر؟ لا، اتكسف ان يرد على سؤال عجز عنه الأكابر.
وإن كان يعرف الجواب، حتى وإن كان يعرف الجواب وجد أنه من الأدب ومن الحياء أن يكتمه ولا يبلغ به الحاضرين، فيصيبهم خجل لأن الطفل وصل إلى ما لم يصل إليه. يقول: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، فقال رسول الله: هي النخلة. صدق رسول الله، صلوا عليه. أدب. اسمع لما تقرأ حديث معاذ بن جبل، معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لما كان مع سيدنا صلى الله عليه وسلم. أنا عاوزك بس تتخيل المشهد وهو يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاه في صف، ولم يكن بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. واخد بالك؟ لم يكن بيني وبينه إلا مؤخرة إيه؟ الرحل. بمعنى يعني أنا ماشي جنب منه ما فيش بيني وبينه غير، شوف الأدب، ما يقولش أنا ماشي كتف بكتف، أنا إحنا الاثنين ماشيين جنب بعض، يعني النبي متقدم عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: يا معاذ ابن جبل. عمل ايه معاذ؟ قال: اسمع الرد، اسمع الرد. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. كانوا خريجين ايه دول؟ بالله عليك، دول كانوا خريجين ايه؟ لبيك يا رسول، مش ايه؟ ايوه، امر. لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ أنا عاوزك تتخيل إن أنت مكان سيدنا معاذ، كنت هتعمل إيه؟ والله أنا أقول لك، أنا من رأيي، يعني أنا لو استشرتني، يعني لو استشرتني أنا أقول لك كل واحد فينا إلا من رحم ربك كان ضيع الليلة وضيع الحديث بفتاوى وآراء وكلام وتضيع وقت وانت فاهم الباقي، إلا إنه معاذ بن جبل بيعزف معزوفة توقير، معزوفة أدب، راح رادل على النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له إيه؟ الله ورسوله أعلم. صلوا عليه. إيه الأدب ده؟ إيه الأدب ده؟ وحشنا الأدب ده في عرض النبي. الأدب ده وحشنا يا رجالة، التوقير ده وحشنا يا شباب. يا شباب اتعلموا من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب، يا معاذ بن جبل يقول له: لبيك يا رسول الله وسعديك. يقول له: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ يقول له: الله ورسوله أعلم. مع أنه كان ممكن يألف، والله كان ممكن يقول، إنما في فرصة، اغتنم، اغرف، اسمع المتكلم كالحالب والسامع كالشارب، فإذا أجاد المتحدث فمن رزق السامع. احنا في بعض المجالس ما بنعرفش نوصل معلومة بثلاثة ساغ بسبب الضوضاء والجلبة وتخيل بعض الناس إلى أن لديهم من العلم ما يبارزون به أهل الله. وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله. فقال له: الله ورسوله أعلم. اسمع بقى اللي جاية دي علشان تعرف ان ده كان ادب بجد مش تمثيل. فاذا بمعاذ يقول: فسكت ساعة. نعم، ايه؟ والله الحديث كده. فسكت ساعة. طب بالله عليك، ده لوحده ده اعجاز، ده يتدرس. سكت ساعة بقى انت تسألني أقوم تفتح شهيتي للسؤال وتقوم ساكت؟ فسكت ساعة، والله العظيم. فسكت إيه يا فندم؟ ساعة. طب تخيل نفسك مكان معاذ، سيادتك قلت لي معرفش إيه وسكت، حضرتك نسيتني ولا إيه؟ أيوة أنا معاك. واللي يزغدك، واللي يشدك من كمك، واللي يقف قدام الجمل بتاعك عشان يعطل مسيرك عشان تجيب، أنا بقول لكم الواقع، إلا من رحم ربك. معاذ بن جبل شخص مت ربي، بس باختصار هما كلمتين، مت ربي كلمة واحدة. فمعاذ بن جبل بيقول: فسكت ساعة، ثم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا
وحدوا الله. سلام، يا سلام، شفاء. حديث كده شفاء لوحده، كده الحديث لوحده شفاء. يقول معاذ ثم سكت ساعة. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، كمان مرة تاني يعني ما ده قال له نص المعلومة. ما هو كان السؤال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فرح قال له نص المعلومة. حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركون به شيئا. وأنا فكر لفظ الحديث يشركون بإثبات النون، بالمناسبة عشان تبقى عارف يا شيخ علي يا محفوظ، يشركون بإثبات النون. وأنا أتحدى وحد الله قولوا لا إله إلا الله، لا يشركون به شيئا. طب قال نص المعلومة، طب كمل النص. ما كملش. ثم سكت ساعة. ده مين معاه؟ المتربي معاذ، سيدنا معاذ بن جبل عمار. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ راح تاني قال له قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم. الله، الله، ألا يعذبهم. عاوز حاجة تاني؟ إنك ما تتعذبش. شفتوا الأدب؟ شفتوا الحوار؟ انت فاكرين حديث عبد سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو بينما نحن جلوس عند رسول الله، مشهور الحديث لما سيدنا جبريل دخل. الحديث ده المفروض تعلمه لأولادك قبل ما يفتح بقه بكلمة، علشان تعرف ازاي الكلام من الأكابر والتعليم يكون ازاي. جبريل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس قبالة، أسند ركبتيه إلى ركبتيه وكفيه على فخذيه، وقال له يا محمد أخبرني على الإسلام. قال له الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا حد ما. يقوم جبريل يقول له إيه؟ صدقت، صدقت. ده جبريل، ده جبريل جاي يسأل سيدنا صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك بقى لو جبريل انفرد بالمعلومة، أو النبي انفرد بالمعلومة. إنما ربنا بعت لك اتنين عظماء، سيد وأهل السماء وسيد وأهل الأرض، عشان تتربى وتتعلم كيف يكون العلم والتقى. ده يسأل والتاني يرد والتالت يقول له صدقت. لدرجة في الحديث فعجبنا له يسأله ويصدقه. وبعد ما مش مين ده؟ قال هذا أخوكم جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم. وحدوا الله قولوا لا إله إلا الله. نحن في حاجة إلى وقار يعود إلينا، نحترم به أهل الله ونوقر به السالكين إلى الله تبارك وتعالى، وتوقر به النفوس ويعظم به الأكابر، ونرجع به إلى حظيرة ربنا وسنة نبينا. فاللهم إنا نسألك إيمانا يعمر قلوبنا، وإخلاصا يعمر نفوسنا، وأدبا يعمر مجالسنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم معلمينا ومشايخنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وفي الجنة احشرنا معهم إنك أنت الغفور الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ خالد الجندي على هذه الكلمة الطيبة الثرية ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، ختاماً للأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بعنوان احترام وتوقير الكبير. والآن نرفع وأكف الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل مع المبتهل الشيخ كمال جاد أبو عرب. إن
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على الحبيب المُصطفى سيدنا الحسين يا وليَّ إمام العلوم وبحر الوفا لذكر محمدٍ تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي كامل الأوصاف لين الأطراف محاسنه فقيل له الحبيب لذكر الحبيب المصطفى لذكر الحبيب المجتبى لذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي كامل الأوصاف لين الأطراف تمت محاسنه فقيل له الحبيب اللهم احفظ مصرنا وأمنها وجيشها وعلماءها ورئيسها يا رب رضينا يا بني الزهراء بحب فيكم يرضي نبينا رضينا بالنبي لنا إماما وبالصبط الحسين وبالصبط الحسين كذا أخوه وحيدر ثم زين العابدين وزينب من لا فضل سمي سلالة أحمد في الطيبين رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضي نبينا رضينا بالنبي لنا
سبط الحسين كذا أخوه وحيدر ثم زين العابدين وزينب من لها فضل سمي سلالة أحمد في الطيبين والليلة حلوة حلوة الليلة دي الليلة حلوة من عند الهادي عند الهادي طير يا طاير هات البشاير طير يا طاير هات البشاير والليلة حلوة حلوة الليلة دي الليلة سيدي يا رسول الله حبيب الله لآل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط بالعقول كفاكم كفاكم يا بني الزهراء إذا ما قيل جدكم الرسول النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ كمال جاد أبو عرب نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي كان بعنوان احترام وتوقير الكبير يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نتوجه بالشكر إلى عالمنا فضيلة الشيخ خالد الجندي وإلى فضيلة الشيخ أحمد مكي وإلى قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني والمبتهل كمال جاد أبو عرب وإلى علماء وأئمة وزارة الأوقاف هذه تحيات محمد جمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.